دونك من بعد ملي شلنا لي زاسيد و لي باس و بي اش تاع لي ديفيرون ميلونج دي زاسيد، بقى لينا نوصلوا لاهم فقره في هذا الكور اللي هي كتصابر تقريبا لوبجيكتيف ديال الكور، اللي هي لي دوزاج اسيدو بازيك. قبل ما ندخل لي دوزاج اسيدو بازيك، فكرت باش نزيد واحد الباراغراف اللي هو لا نورماليتي و لا نوتراليزاسيون، غير باش نفهموا مزيان كيفاش كيطراو دوك لي دوزاج اسيدو بازيك. دونك اول حاجه نهضروا عليها هي لا نورماليتي. دونك لا نورماليتي تو سامبلومون كنسميوها حنا في الشيمي بلا كونسونطراسيون ايكيفالون. ناخذ واحد المثال بسيط، الا حطينا مثلا واحد لاسيد فور اللي هو لاسيد سلفوريك في ميليو اش 2 او، هاد لاسيد اي ديسوسيا توتالمون و ليبيري ليا دو بروتون اش بلس لحقاش هو دي اسيد. واخا الميكانيزم ديال هاد ليبراسيون دو بروتون اش بلس شويه معقد، لحقاش في الاول كيليبري بروتون واحد على شكل رياكسيون توتال، ومره ثانيه كيليبري داكشي على شكل ايكيليبر. حنا ناخذ هادشي ببساطه باش نفهموا لا نورماليتي ديالنا. دونك اسيد سلفوريك هو واحد الاسيد كيليبري دو بروتون اش بلس، دونك في الوقت ديال كونسونطراسيون سي زيرو هنا تكون عندي زيرو هنا تكون عندي زيرو، في الاخر تولي عندي زيرو هنا جوج سي زيرو وهنا سي زيرو. دونك هنا المشكل اللي كاين، المشكل اللي لقاو الناس ديال الشيمي، هو ان الكونسونطراسيون ديال اش بلس الا بغينا نعوضو بها في لي كالكول خاصنا ضروري نزيدو ليه هاد الجوج، باسكو عندي جوج مرات من لا كونتيتي دو اش بلس سوليسيون، يعني ديما بغينا نعوضو الكونسونطراسيون خاصنا نضربوها في جوج. داكشي علاش الناس ديال الشيمي زادو واحد الكوندور جديد اللي كتسمى الكونسونطراسيون ايكيفالون او بيان لا نورماليتي، كنرمز ليه انا ب ان. دونك ان تو سامبلومون كتساوي ليا هي بي فوا لا كونسونطراسيون، افيك بي هو نومبر دو بروتون سوا ليبيري بالنسبه لي زاسيد سوا كابتي بالنسبه لي باز. الا جينا ناخذ شي امثله بسيطه، مثلا اش سي ال هو مونو اسيد يقدر ليبيري بروتون واحد، دونك نورماليتي ديالو كتساوي الكونسونطراسيون. مثلا خدينا اش تو اس او 4 لاسيد سلفوريك هو دي اسيد يقدر ليبيري دو بروتون، دونك نورماليتي ديالو هي جوج سي. مثلا لاسيد كربونيك اش تو سي او 3 دونك هذا هو دي اسيد دونك نورماليتي ديالو هي دو سي. مثلا تيترا اسيد اللي هو لاسيد فوسفوريك اش 3 بي او 4 هذا تيترا اسيد دونك يقدر يليبري ليا 3 بروتون، دونك نورماليتي ديالو هي 3 اس. من بعد ملي تعمقوا في الشيمي كثر هتشوفوا بانه في لابوراتوار دوك لي بوتي ديال لي زاسيد اللي كتاخذوهم، مثلا بوتي ديال لاسيد سلفوريك غتلقاها ما تلقاش في لي زانفورماسيون ديالها مكتوبه لا كونسونطراسيون، غتلقى لا نورماليتي، ما تلقى نورماليتي ديالو هي 0.2. دونك الا بغينا نخرج الكونسونطراسيون ديال لاسيد سلفوريك غنطبقوا غير العلاقه، دونك ان غتساوي ليا جوج سي باسكو هذا دي اسيد غتساوي لي 0.2، دونك كونسونطراسيون غتساوي ليا 0.1 ديال دي اسيد ديال اش دو اس او 4 الاول. دونك من بعد ملي شفنا لا نورماليتي دابا نشوفوا واحد المفهوم اخر اللي نحتاجوه بزاف في لي دوزاج اسيد و بازيك اللي هو لا نوتراليزاسيون. في الالكتريسيتي كتقول واحد كونديكتور او بيان واحد كوندونساتور نوتر الا كان سوم ديال لي شارج بلس كيساوي سوم ديال لي شارج موان، نفس البرانسيب كاين في الشيمي. دونك اللي كان عندي واحد فوليوم ديال اش 2 او فيرسيس عليه واحد لاسيد اش سي ال، دونك سوليسيون ديالي عيت اسيديفيا يعني زاد لا كونسونطراسيون ديال لي زيسبيس اش بلس في السوليد. دونك انا بغيت نوتراليزي هاد سوليسيون ديالي كامل خاصني نضيف واحد الكونتيتي ديال او اش موان، بحيث الا كان عندي مليار اتوم ديال اش بلس خاصني نضيف مليار اتوم ديال او اش موان، وبيا الا كان عندي اون مول ديال اش بلس خاصني نضيف اون مول ديال او اش موان، باش هاد اش بلس ما دواش موان تمشي وهاد اش بلس ما واش موان تمشي وهاد اش بلس ما واش موان تمشي وهاد اش بلس ما واش موان تمشي، باش يولي السوليسيون ديالي نوتر او بيا اللي كنسميه انا بليكيفالونس. دونك الا جينا نشوفوا الامور بطريقه اخرى، يعني الا كانت عندي واحد ان مول ديال لاسيد خاصني نضيف ليها واحد ان نيت ديال لاباس، افيك ان مول ديال لاسيد غتساوي ليا دونك ان ديال لاسيد كتساوي لا كونسونطراسيون فوا الفوليوم. غير انا عندي واحد المشكل هنا، الكونسونطراسيون المعنيه بالامر هي اش بلس، دونك خاصني نعوض، دونك خاصني نخدم بلا نورماليتي فوا الفوليوم. يعني في ليكيفالونس كتكون عندي ان ديال لاسيد كتساوي ان ديال لاباز اللي هي اوترومون دي ان ا في ا كتساوي ان بي في بي، افيك ان ا و ان بي سون با دي كونسونطراسيون سون دي نورماليتي. دونك هاد الفكره ديال لا نوتراليزاسيون هي اللي غنبنيو عليها لا مانيبيولاسيون ديال الدوزاج اسيدو بازيك، وحتى الدوزاج اللي غنشوفو من بعد اللي سميتو الدوزاج بوتونسيوميتريك في الشابيتر ديال الاوكسرات. دونك مثلا الا شدينا واحد السوليسيون ودرنا فيه واحد كونتيتي ديال الهيدروكسيد الصوديوم اللي هي واحد الباس فورت، دونك ايفيدامون ديك الهيدروكسيد الصوديوم عاد ديسوسيا وغتفورمي ليا الهيدروكسيد بوحدو،
وليزيون الصوديوم. دونك اللي شتينا واحد الكونتيتي ديال الهيدروكسيد الصوديوم وحطيناها في H2O. الهيدروكسيد الصوديوم هي باز فورت، دونك غاديسوسيا كومبليتمون وغاتفورمي ليا الهيدروكسيد بوحدو والصوديوم بوحدو. دونك حنا كنعرفو بأنه لا صود هي باز فورت، دونك كتكون بي اش ديالها سوبيريور ا 7. هاد المرة إلا بغينا نوتراليزيو الهيدروكسيد الصوديوم، دونك ايفيدامون خاصنا نزيدو عليها واحد لاسيد باش نوتراليزيو. دونك لاسيد اللي غنختارو حنا هو اش سي ال اسيد فور. دونك مادام انه اسيد دونك غيكون بي اش ديالو انفيريور ا 7. كنحطو في اش دوزو كيديسوسيا توتالمون كيفورمي ليا اش بلوس وكيفورمي ليا سي ال موان. دونك الا زدنا اش سي ال على ان او اش، دونك كيف ما كتلاحظو هنا بانه دوك لي زيون اش بلوس غيتكوبلاو مع لي زيون اش موان غيفورمي ليا واحد ليليمون نوتر. دونك كتبقى لينا غير ايون اش بلوس واحد اللي هو هنا مع ايون اش موان واحد اللي هنا. دونك الصوم ديال ديك شارج بلوس زائد الصوم ديال ديك شارج موان يعطيني زيرو. دونك السوليسيون ديالي عيت نوتراليزا وعيوصل البي اش ديالو ايكالا 7. دونك فهاد اللحظة ملي كتنوتراليزا لي السوليسيون او بيان كتسمى بوان ايكيفالونس، هنا بالضبط كتكون اندر لاسيد كتساوي لي اندر الباس، يعني لا نورماليتي ديال لاسيد فوا الفوليوم ديال لاسيد غتساوي لا نورماليتي ديال الباس فوا الفوليوم ديال الباس.